مشاهدينا مساء الابداع والتالق. مساءنا اليوم غير مساءنا، مليء بالعطاءات، انساني واجتماعي وفني. طبعا اكيد كل انسان يمر بظروف، اكيد يحتاج دعم او يحتاج جهه تقدر نقول توصله لطريق بدايه النور، وهو بعد كذا يقدر يثبت نفسه ويكمل. قبل ما اتعرف لضيفتنا المميزه لليوم اللي جايه بفعل عطاء مميز من مؤسسه خيريه مميزه، طبعا اكيد احب امسي على زميلي صالح. مساء الخير صالح. مساء الخير سندس، مساء الخير اعزائي المشاهدين. يقول الله عز وجل: ولا شكرتم العزيز لكم، الحمد لله على نعمة الأمن والأمان في هذه بعد انتهاء حربنا عاصفة الحزم يوم أمس في أمننا وأمان. بدأت هذه العاصفة وانتهت، ولله الحمد ما تغير عيشنا، والحمد لله زاد أمننا وأماننا. اللهم ادم نعمة الأمن والأمان على هذه الدولة وسكانها. أما بخصوص حلقتنا لليوم فسنتحدث عن العلاقات العامة وأيضا عن الدعم والمسؤولية الاجتماعية، وبين الموهبة والتمثيل والغناء سنبحر في ضيفنا الآخر. نتعرف ضيوفنا لليوم ولكن بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد نتعرف على ضيفتنا الاولى لليوم، لولو الدفاع، منسقة العلاقات العامة بمركز جانا. حياك الله معنا. الله يحييك سنة. الله يسعدك. بداية كلميني عن مركز جانا، ايش هو مركز، ايش اهدافه؟ بداية اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا احب اشكركم على الاستضافة هذه. ثالثا نحمد الله على نعمة الامن والامان في الوطن. بالنسبة للمركز جانا، طبعا هو مبادرة من مبادرات الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجح الخيرية. طبعا هو فكرته انه مشروع اقتصادي اجتماعي يستهدف النساء، يقدم لهم خدمات الاقراض، قروض حسنه ميسره. جميل. اذا المشروع كيف تاسس، او نقدر نقول له كم تاسس تقريبا؟ هو تاسس في 2010. طب والانجازات اللي اقامها من 2010 نقدر نقول الان، هل هي نقدر نقول انها بسهوله وبسيسر وسهوله، ولا في نقول اليات معينه شوي دقيقه وصعبه؟ لا اكيد الانجازات كلها كانت مبنيه على اليات معينه. طبعا من اهم انجازاتنا، احنا اول ما بدينا في 2010 كنا مركز رئيسي في الدمام. حاليا احنا مركزنا على مستوى 11 منطقه من مناطق المملكه. اللي هو الدمام، الخبر، الاحساء، القصيم، حايل، جازان، مكة، ينبع، الباحة، عرعرو، الجوف. ما شاء الله عدد كبير من هذه المراكز يعني، لكن أهم النشاطات اللي تقدمها هذه المراكز المنتشرة في المملكة. من أهم نشاطاتنا أنه إحنا ندعم السيدات، ندعمهم كيف أنه نقدم لهم القروض الحسنة الميسرة. الشيء الثاني أن نخليهم يشاركون بالمهرجانات والمعارض السنوية اللي تقام في جميع مناطق المملكة. ثالثا انه ندعمهم بورش عمل تدريبيه سواء علميه او حرفيه. يعني جميل، يعني اكيد بما انه هذا الدعم كله يقدم ومؤسسه او جهه غير ربحيه، فبالتالي اكيد في شروط للانضمام. هل في شروط معينه للاسر او للسيدات خاصه؟ طبعا احنا من اهم شروطنا العمر، انه يكون من 18 الى 65. ثانيا انه يكون، وهذا اهم شيء عندنا، انه يكون في فكره للمشروع. يعني اي سيده تقدم على مركز جنا لازم يكون عندها فكره مشروع. هذا من اهم الشروط عندنا. واي فكره مستعدين تدعموها، ولا في افكار معينه يعني نقول انه ما تتبنوها؟ لا، جميع المشاريع اللي هي التجاريه، الصناعيه، الخدميه، هذه تتبناها المركز. يعني مثلا نقدر نقول الخياطه بمفهومها الشامل كله، الاكل، الاكلات الشعبيه، الامور هذه، ولا لا في مثلا؟ لا طبعا، شوفي احنا المشاريع عندنا تنقسم ثلاث انواع. تجاري اللي هي البيع بشكل عام، الصناعي مثل الطبخ، الخدمي مثل طباعة البحوث، التصوير. لكنكم تدعموا أسر منتجة من منزلها أعتقد، صح؟ فبالتالي يمكن الموضوع يعني يكون فقط ما بينكم وما بين السيدة نفسها. كيف مركز جانا يقدر يعني يضمن أنه هذا الشخص قاعد فعلا يعني استمر في العمل؟ هل في متابعة؟ كيف عليك؟ طبعا إحنا العميلة لما تقدم عندنا في المركز، بعد ما تستلم القرض في عندنا متابعة شهرية للعميلة، زيارات للعميلة، بحيث انه كذا الموظفه تكون على اطلاع كامل، اطلاع تام على العميله ومشروعها. جميل. انت تحدثتي انه في دعم، اقل الحد الادنى من الدعم والحد الاعلى في ارقام معينه؟ اي، هو يبدا الدعم عندنا من 4200 الى 250000. هذا الحد الاعلى. واهم المشاريع اللي شاركت فيها مركز جنا موجوده الان في المنطقه؟
أهم المشاريع لنا؟ كيف يعني؟ المشاريع اللي دعمتها وكانت موجودة أرض واقع، صارت تجارية أو صناعية لها مسميات في المنطقة، يعني لها محلات. عندك مثلا قهوة جدتي، هذه من الأماكن اللي احنا دعمناها في المركز، وكان لها صدى كبير. ايه يعني الحمد لله. كيف أثر الأسر اللي تدعمونهم بعد الدعم هذا ونجاح المشاريع؟ كيف تكون ردة فعلهم؟ الحمد لله. احنا كيف نقيس ردة الفعل؟ لما العميلة تجي تجدد معنا، احنا مدة القرض عندنا مبدئيا بداية يكون سنة، لما العميلة تجي تجدد عندنا معناتها ان هي استفادت من القرض، فهذا يعطينا انعكاس طيب انه العميلة استفادت من القرض، فعلشان كذا هي حبت انها اول ما خلصت القرض تجدد معنا مرة ثانية. طيب بالنسبة نقول آلية القرض، هي جات واقترضت منكم مثلا ادنى قيمة مثلا 2000 ولا 4000، حاولت انها مثلا ترجعها بطريقة ميسرة في اتفاقية ما بينكم انه كيف تردها، لكن نجاحاتها هل تدعمها زيادة في عينكم، مثلا تحاولوا تعطوها علاوات اكبر او امور من هذه، ولا نجاحها حصري لنفسها يعني؟ شوفي، احنا العميلات المميزات والناجحات عندنا ندعمهم من ناحية نوفر لهم ورش العمل، اي شيء تطلب العميلة يعني ناخذ مقترحاتهم، نخليهم يشتركون بالمهرجانات والمعارض السنوية اللي تقام في المناطق، يعني نحفزهم من هذه الناحية. جميل. طب من خلال الامور اللي انتم دعمتم او المشاريع اللي انتم دعمتم، هل الدعم مثلا يكون مقتصر اكثر الفئات اللي تجيكم، مثلا البنات اللي في عمر ال20 30 وال20، ولا الكبار مثلا؟ والله جميع الفئات، يعني من 18 وفوق. جميل. هناك مراحل الدعم يعني كتقديم المستفيدة بعد دراسة المشروع؟ مراحل الدعم إيه، تقدم المستفيدة عندنا، بعد كذا تطلع لها منسقات الأقراض عندنا الله يعطيهم العافية، طبعا هذول ينزلون الزيارات الميدانية، يروحون بيت العميلة يتأكدون من الأوراق الثبوتية اللي هم طالبينها منها، بعد كذا يصدر الشيك، فتصير المتابعة الشهرية للعميلة من ناحية السداد، من ناحية تطور المشروع وهكذا. طيب أكيد الدعم نقدر نقول إنه مستمر، بما إنه في نقول عطاءات وفيه أيادي حابة إنها تخدم المجتمع، أكيد في عطاء، لكن كيف يقدر يتوقف الدعم عن شخص معين أو عن أسرة معينة أو سيدة معينة؟ يتوقف؟ ما في يتوقف، لأن هي تجدد معنا، إلا إذا هي العميلة وقفت وطلعت من الشركة، بس كل العميلات يعني إذا جددت معنا فما يتوقف القرض. الحين لو قلنا مثلا سندس عندها مشروع وحابة تقدم عندك، كيف توصل لكم؟ توصلنا اما عن طريق في الموقع الالكتروني تبع مركز جنا، او عن طريق الاتصال بالمركز الرئيسي، طبعا هو الرقم 842-5252 في الدمام، يتصلون واحنا بعد كذا نسهل لهم الامور، اذا كانوا في مناطق ثانيه نعطيهم ارقام الفروع الثانيه. احيانا يمكن يكون في اتصالات، في طلبات، في امور، كيف الآلية نقول تنظيم الاولويات؟ يعني انتم اولوياتكم بالنسبه للمشاريع ولا الظروف نفسها يعني؟ لا، هو على حسب الاتصال، يعني الاولويه على الاتصال، العميله اللي يجينا اتصالها وتكون اوراقها جاهزه والاشياء اللي طلبوها منها الموظفات جاهزه، فخلاص هي اللي تكون الاولويه لها. ايش الاوراق اللي تطلبونها؟ اللي هي مثل بطاقه العائله، السكن، الفوات. ما تطلبون مثلا دراسه جدوى؟ دراسه الجدوى هذه احنا نسوونها. لا، شوف، دراسه الجدوى احنا المركز عندنا مقسوم الى 3 اقسام، اسر منتجه وقسم المشاريع الواعده ومشاريع النخبه. اسر منتجه ما يتطلب دراسه جدوى، لكن مشاريع النخبه يتطلب دراسه جدوى لانها المبالغ كبيره. إذا بدأت معكم في أول البدايات اللي هو اللي ما يحتاج، بعد سنة تقدر تجدد في الأسر الواعدة ولا في المشاريع الأخرى؟ نعم، أكيد مشروعها أكبر، نفس الفكرة لكن مشروعها أكبر. أيوة نعم أكيد، بالعكس هذا شيء حلو لنا أنه إحنا عارفين العميلة يعني وشفناها من بدايتها إلى لما وصلت المراحل، هذا شيء مرة كويس. جميل. هل صادفكم في مشروع زي كده وكبر شوية معكم؟ كأغلب العميلات يعني يكبر المشروع. جميل. لكن لو الآن هو المركز يعني خيري، نقدر نقول هذا المركز، لو تقدمت المهام مستفيدة وخذت قرض ولا استطعت يعني لأي سبب من الأسباب فشل المشروع، صارت لها ظروف ولا استطعت السداد، هل تم تقصيدها لها، يتم لها خدمة أخرى؟ هذه لها معاملة خاصة، يعني إما أنه إحنا نوفر لها زي ما قلت لك منافذ تسويقية بحيث أنها تبيع فيها عشان تقدر تسدد لنا، وخاصة بس أحب أنوه إحنا نسبة السداد عندنا ولله الحمد 99.6%، يعني النسبة مرة كويسة. كم رأس مال المركز؟ شوف، احنا حاليا وفرنا الى الان 41,000 فرصة عمل بقيمة مبلغ 350 مليون. الدعم هذا كله من وين؟
والله في شركاء بالدعم يعني، يعني مثلا عندك مشاريع النخبة، الدعم المصرف الراجحي، لكن إدارة المحفظة الإقراضية من مركز جنا، قسم المشاريع الواعدة نفس الشيء، الدعم من بنك التسليم، لكن إدارة المحفظة الإقراضية من مركز جنا. جميل. ليش مركز جنا اهتم بالنساء فقط؟ هل الرجال لهم قسم خاص أو لا جنا للنساء؟ والله حاليا الجهة المستهدفة النساء. كان يعني ما في الى الان مراحل شبابيه او رجاليه او مقبله عن قريب في هذا المركز؟ والله مقبله هذا شيء يعني ما اقدر افيدك فيه حاليا، بس ان شاء الله يعني. طب بالنسبه للنساء هل يشترط انه يكون في عندها ظروف خاصه يعني، ولا عادي اي واحده ممكن تدعموها يعني؟ لا يعني سواء كانت مطلقه او ساكنه ارمله او كانت عندها ظروف خاصه يعني، ولا إيه؟ لا احنا ندعم جميع السيدات مثل ما قلت لك، اهم شيء عندنا انه يكون عندها فكره للمشروع، هذا اهم شيء يعني. طب بالنسبه للافكار اللي انتم دعمتوها، او نقدر نقول يعني ابرز المشاريع اللي انتم دعمتوها، من ما هي اللي وصلت للنور، لكن بعضها اللي في المنازل تكون ابرز، هل في اسماء حصلت على جوائز او شيء؟ اي ولله الحمد، احنا المركز حصل على جائزه الاميره صيتا للتميز في العمل الاجتماعي في الدور الاول، نفس الشيء العميله امينه حجاب من العميلات اللي جدا مميزات، حصلت نفس الشيء على جائزه الاميره صيتا، وفي العميلة سامية الفضلي نفس الشيء، هي كانت من مشتركات مركز جنا، حصلت على جائزة أسرار. جميل، يعني أسماء جدا جميلة وإنجازاتهم واضحة، لكن أهم ما حقق مركز جنا كشخصة هل هو مثلا نتكلم عن 41,000 فرصة عمل، إيش الإنجازات الأخرى؟ احنا من اهم الانجازات عندنا انه حاليا صرنا على مستوى 11 فرع، ونتطلع ان شاء الله انه نكون اكثر من كذا في مناطق المملكه. نفس الشيء فوز العميلات، هذا يعتبر انجاز للمركز، فوز المركز بجائزه الاميره صيتا هذا نفس الشيء يعتبر لنا انجاز، وانه حاليا الان وفرنا 41,000 فرصه عمل، هذا نفس الشيء يعتبر انجاز لنا. جميل، لكن حدثنا عن الاولى دفا، دورك في هذه المنظومه اين؟ هو انا مسؤوله العلاقات العامه في هذه المؤسسة. أهم أدوار العلاقات العامة في القسم، يعني دائما الشركة اللي يفهمون العلاقات العامة أنها دور من الشركات الربحية، لكن هذه مؤسسة أو مركز غير ربحي، أهم أعمالك في هذا المركز؟ يعني هو في أعمال كثيرة، يعني يمكن من أهمها اللي هو استقطاب المعارض والمهرجانات السنوية اللي تصير، نحب أنه نعرف عنها بحيث أنه ندخل العميلات فيها. خاصة اللي فيها أشياء شعبية مثلا زي مهرجان الساحل الشرقي ولا قبله المهرجان، هل بسهولة تجد مساحة جنا ولا لا؟ ولله الحمد يعني أغلب المهرجانات يدعمون الأسر المنتجة، فالحمد لله يعني في سهولة بالاشتراك معهم الحمد لله. شو من أهم المشاركات والمراكز اللي اشتركتوا معها والفعاليات اللي اشتركنا معها في السنة؟ شوف احنا بما انه على مستوى 11 فرع، فعندك مهرجان عرعر، مهرجان الزيتون بالجوف، مهرجان الساحل الشرقي في الدمام، مهرجان التراث والأسر المنتجة في الجبيل، مهرجان الظهران، معرض العروسة، هذه من أبرز المهرجانات. المركز الإداري في المنطقة الشرقية، هذه الإدارات كلها؟ إيه، المركز الرئيسي في المنطقة الشرقية والفروع زي ما قلت لك. طب نقدر نقول إنه أعلى نسبة قروض في المناطق كلها وين؟ تقريبا في المركز الرئيسي، لأنه إحنا أول فرع افتتح، فهو المركز الرئيسي هو أعلى نسبة قروض. يعني أعلى قرض 250,000 موجود في المركز. أعلى قرض. في مشاريع حققت أسماء بهذه الأرقام، يعني أخذت قرض 250 وأخذ شيء عالي في المنطقة؟ من أهم القيمة العليا، يعني مشروع أخذ هذه القيمة أو سيدة أعمال أخذت هذا المبلغ 250 وسوت مشروع على أرض الواقع؟ إيه أشوف من إلى 250,000 هذا قسم المشاريع النخبة، هذا قسم توه جديد يعني توه يعني على النور طالع. على النور، إيش أهم أدوار رجال النخبة هذا؟ هذا مشاريع النخبة، أهم شيء أنه تكون العميلة عندها دراسة جدوى، يدعم من 10 إلى 20 عميلة، بحيث أنه بعد ما يدعمها يكون لها سجل تجاري ومحل تجاري. جميل، يعني باختلاف عن المسار الأول. اختلاف إيه، مختلف عن الأقسام. لكن أنا في بداية يوم سألناك عن الأسعار أو القيمة قلت 4,200 ريال، يقدمون أسعار 4,000-5,000 ريال المشاريع؟ هذا تبع قسم الأسر المنتجة 4,200، طبعا هذا كيف طريقته، تكون على مجموعة من النساء، يكون عددهم من 3 إلى 5، طبعا هذه المجموعة ما يكون فيها كفيل، فيبدأ على 4 مراحل، 4,200 بعدين 6,000 8,000 10,200. هذه الدفعات اللي تقدمونها؟ الدفعات اللي تقدمونها كل شخص يعني؟
هم الستة مثلا، هم ستة نساء، كل واحدة تديه كذا ومشروعهم موحد كذا قصدك ولا لا؟ لا، هم يكون عددهم من 3 إلى 5، كل واحدة تاخذ 4200. ايوه عرفتي، هذا كمرحلة أولى. خلصت المرحلة الأولى تجدد معنا في المرحلة الثانية. عرفتي، نفس الشيء كل واحدة تاخذ المبلغ الثاني تبع المرحلة الثانية. من 5 أشخاص لستة أشخاص، هل لا من 3 إلى 5؟ لا، كل واحدة لها مشروعها، ما نجبر العميل انه كلهم يكونون مشروع واحد. طيب ليش يرتبط بالعدد؟ يعني هو ممكن تجيكي واحدة، ممكن تجيكي 10، يعني ليش يرتبط؟ عادي، اوكي، اذا صاروا 10 نقسمهم على مجموعتين، صاروا 9 نقسمهم على 3 مجموعات، 3 3 3 كذا. يعني هذه دورة، يعني نقدر نسميها دورة دفعات. يعني احنا ليش نخليهم مجموعة من النساء بحيث انه ما ندخل فيها الكفيل؟ اذا كانوا مجموعة من النساء كل واحدة تكفل الثانية. بدون الكفيل. لكن القرض الفردي لا، يشترط وجود الكفيل. كفيل غارم. كفيل غارم بدفع المبلغ. الكفيل يكفل العميلة، بس العميلة هي اللي بتسدد. يعني جميل. يعني احنا عندنا محاور كثيرة، لكن في تقرير عدو الزملاء اللي هي بالعزيمة والاستراحة تتحقق الأماني، كانت كاميرا البرنامج قد رصدت التغطية، شاركت ظهور هذه. نشوف هذا التقرير، نرجع للاستديو. بين حدي المقص كانت أحلامها، مهارة ومهنية فنية تتناسب مع مميزات الأنثى في الدقة وقوة الملاحظة ورقة التعامل من الحرير إلى المخمل، وسلاحا في مواجهة ظروف الأيام. هذا ما جعلنا نقف على منصة هذا الفن ونعطيه ولو القليل من حقه، لنتعرف بداية على بدايات أمينة حجاب في انطلاقتها. طبعاً هي البداية من الصغر، أمي كانت خياطة، فكل واحد استوحى له شيء من البيت، اللي مسكت خياطة واللي مسكت مشروع تطريز واللي مسكت، أنا مسكت الخياطة شوية ما بين الأهل، صديقات، أقارب كذا، بس استوحاني الشغل. كل ما شفت الدفع المادي يعني وكذا، أعطاني دفعة تشجيعية أكبر، لين شوية 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 وقمنا نبتدي مع الأهل ومع الصديقات ونعرفنا. يعني منكبة على طاولة خشبية ممسكة بمقص حديدي كبير، جعل من تلك المرأة طاقة إيجابية في المجتمع، ولكن ظروفها المادية كانت تعيق أحلامها وقوتها إلى أن جنت من ثمار جنى خيراتها. كنت أبحث عن دعم مادي، يعني لأن كل ما طورتي تبغى أنت تبحثين الأكثر، المكائن تختلف من ماكينة إلى ماكينة، كل ما تطور المشروع كل ما تطلع لك ماكينة جديدة. مهارات كانت تملكها طرقت بابها بكل عزيمة وإصرار، ورسمت من خيوطها أجمل أحلامها، وفرشت من نسيجها كل آمالها وحاجاتها. كل ذلك كان بعد إرادة المولى، والحمد لله وحصلت برضو على جائزة الأميرة سيتا، وزي ما انتي شايفة المشروع كل ما لو يتطور وأنا معاهم على طول. انتي وصلتي من للعالمية من قبل أن يعني تكون حلمك انه مجرد حلم عن طريق إحدى السفارات في الخارج، فكلمين عن هذه التجربة. التجربة هي كانت في فتاة الأحساء، كانوا بيروحون عندهم مهرجان في ألمانيا في برلين، توجهت لي دعوة من الأخوات أني أنا أسوي لهم حق الطاولات والسخانات، كان أكل شعبي، فسويت لهم حق الدلال وحق الهدايا كله بالشالكي والقديم. وزير الصناعة شكرنا، فطلعت لي صور في
أعمالي طلعت صور والحمد لله، وصلت لبرلين وصلت لقطر، وإن شاء الله في قدام مع مركز جنة إن شاء الله. إيش اللي يصير إحنا لو طلعنا برا، مو هو متأسس بس على الدمام أو على المنطقة الشرقية أو على كل مملكة، كل ما اختلطنا مع دول الخليج كل ما طلع لنا إبداع أكثر. مهنة الرأسمالية الصبر وأدواتها الدقة وشروطها الإحساس بالجمال ومزج الألوان. لبرنامج 3 في 3 سندس محمد. قصة إبداع تستحق منا أن ننشرها ونعلنها إلى النور. سندس، كنت أنت مع الزملاء في إعداد هذا التقرير عن قرب مع أمينة، يعني كانت قصتها جدا جميلة، وأيضا وصولها إلى مراكز متقدمة، وتحدثينا عن أجواء التصوير كانت جميل. يعني صراحة أنا أول ما استقبلتني أمينة استقبلتني بروح جدا جميلة وراقية، وفوق هذا كله أعطتني رسالة واحدة، أنه الإنسان دائما هو اللي يصنع من ظروفه أماله، وفي نفس الوقت يبحث ويتحدى ويبحث عن الجهة اللي تدعمه. أمينة كانت يعني كبرت ما بين أم تخيط وكذا، الله يرحمها إن شاء الله، كسبت مهنة منها، في نفس الوقت ما استحت من هذا الموضوع، بالعكس حاولت تدعم نفسها بهذا الموضوع، حاولت تبحث عن الجهة اللي تدعمها ماديا، لأنه الواحد مع ظروفه أحيانا ما يقدر يعني ينجح على استكاف، رغم أنها كانت لها يعني بدايات بسيطة. الله يخلي لها أولادها إن شاء الله، وإن شاء الله يبروا فيها زي ما هي قاعدة بتحاول تأمن لهم المستقبل. لكن خلينا نشوف بالنسبة للو، يعني أنتوا كانتباع لما تشوفوا قصة نجاح زي كذا، كيف يكون شعوركم في المركز؟ يعني اكيد شعور حلو، لانه احنا هذا هدفنا، خاصه انه احنا هدف المركز عندنا انه تمكين المراه في المجتمع، هذا اهم شيء عندنا. الشيء الثاني انه نشجعها على العمل والانتاج والاعتماد على الذات، هذا من اهم الاهداف في المركز. يعني اكيد امينه فخر لنا، واكيد في عينات او نقول نماذج اخرى في عندكم. صحيح. لكن امينه ايضا كمان كانت لها مشاركات عالميه، كانت لها امور يعني في قطر، المانيا، يعني كان لها وجود، يعني على كذا هي قاعده بتواكب الحديث بالجديد والقديم، قاعده بتربط ما بينها، بتطلع نموذج جميل من القطع المميزه. هل انتم لكم دور في انتقاد الزبون ولا لا؟ انتم عفوا قصدي المستفيد ولا لا؟ انه بس هو شغله هو اللي يربح في النهايه، ما لنا وجهه نظر في الموضوع. لا، هو شوفي احنا كيف احنا نستغل العميلات، يعني من ناحيه انه نستفيد من عميلاتنا، مثلا صار عندنا تكريم ناخذ من عميلاتنا، صار عندنا مثلا غداء عمل نفس الشيء من العميلات، فاحنا نشجعهم. جميل جميل، يعني استفاده ذاتيه من خلال المستفيدات. لكن لولو، لو طلبنا منك كلمة توجهينها إلى المستفيدات، أو من يقوم من يراد لديه فكرة مشروع صغير تريد التوجه إليكم؟ أنا أوجه لكل سيدة عندها فكرة مشروع حابة أنه تبدأ فيها. مركز جنة إحنا نقدم قروض حسنة ميسرة، الإجراءات جدا بسيطة، الشروط جدا سهلة، فإحنا بالخدمة لهم بإذن الله. جميل. المشاريع هذه مختصرة على حرف يدوية ولا لا؟ ممكن تكون مشاريع يعني انا بدي اروح اشتري مثلا اشياء وابيعها مثلا. اي عادي، ما في اي مشكله. أي يعني بنوع المشروع زي ما قلت لك، هو تجاري صناعي خدمي، التجاري بجميع انواع البيع، الصناعي بجميع انواعه، والخدمي كذلك. جميل. لو سالناك لولو، منسقة العلاقات، في مشاريع جاتكم غريبه او ما توقعتيها؟ يعني مشروع كذا، فكره مشروع من احد المستفيدات. في احدى المستفيدات عندها مشروع، يعني هي المستفيدة الوحيدة اللي أتوقع من جنة، هي اللي بس هذا مشروعها، اللي هو الدروع الخشبية. صراحة مشروعها مرة مميز وحلو وكواليتي يعني، فهذه من المشاريع الحلوة. الكتابة عليها ولا إيش؟ لا، تسوي لك در، صندوق خشبي ودخله درع. طبعا هذه العميلة من العميلات المميزات جدا عندنا في المركز، لما صار تبع البلدية الحفل، هي اللي وجهت، هي اللي طلبوا منها
هدية للأمير، فهي كانت من العميلات اللي تقدم الهدايا للأمراء. جميل. طيب لولو، لو أنا مثلا مركز حكومي أو دائرة حكومية أو جهة حكومية أو حتى شخصية أو شخص وعندي فعالية متنوعة، أبغى مثلا أحد يسوي لي الوجبات مثلا الأكل، دروع زي ما قلتي، الأكياس، تغطية، أي احتياجات المنتج، أقدر أتوجه لمكان معين في مركز جنا وأطلب احتياجات أبغى كذا، يكون من أسر منتجة لكي يستفيد هذه الأسر وأنا مشروعي ينجح بنفع آخرين وأيضا بنجاح مشروعي، هل في شراكات تقيمونها؟ اي في كثير، يعني اغلب في احدى الشراكات كانت احدى الطلبات اللي جتنا تقاعد احدى الموظفين في شركه، فاحنا اللي قدمنا، هم كانوا طالبين عشاء شعبي فاحنا بن عميلاتنا كانت تقديم. كنت تحدد مثلا عشاء شعبي، هدايا الدروع، يعني من مستفيدين لديكم متعددين الشرائح والمهام والشركة وايضا المنتجات، ايضا اقدر اطلب مثلا لو جيت اسال ايش ممكن عندكم تقدمونه لاي شخص، عندنا مستفيدات، عندها كذا وكذا، زي ما تقول خدمة تقدمها للمستفيدات. صحيح، إيه هذا الشيء احنا نسويه، يعني لما احد يجي يطلب شيء نعطيه الاشياء اللي احنا عندنا والاشياء اللي يقدمونها المستفيدات. جميل جدا. طيب ما هي مشاريعكم المستقبليه او اهم المشاريع المستقبليه؟ والله احنا اهم انجازاتنا صراحه انه يتوسع مركز جنا على مستوى المملكه، احنا حاليا 11 فرع، حابين انه نتوسع اكثر على مستوى المملكه باذن الله. جميل. طب هل تعتقد انه جنا من يوم ما انطلق لليوم حقق اهدافه اللي كان هو فعلا راسمها؟ الحمد لله. الحمد لله. طب كلمة أخيرة توجهينها للمشاهدين ومتابعينا وخاصة النساء؟ والله أقول لجميع السيدات أنه مثل ما قلت قبل شوي، أي سيدة عندها فكرة مشروعها بأنها تبدأ فيها تتوجه عندنا في المركز، وإحنا إن شاء الله بالخدمة لهم بإذن الله. جميل. لولو الدفة، منسقة الأغاث العامة بمركز جنا، استمتعنا بالحديث معك، كان ودنا تكون حلقة أطول لكي نستفيد من هذا المركز بشكل مطول أكثر وأكثر، لكن نتمنى أن يبدأ ليصير 11 فرع، يصير 20 فرع وأكثر إن شاء الله، وانتشار هذه الفروع أكيد لها خدمة لهذا الوطن الغالي. أعزائي المشاهدين، لدينا ضيف آخر يمتاز بعدد من المواهب والمهام الجميلة التي قام بها، نتعرف على ضيفنا ولكن بعد هذا الفاصل. Hey.
أمجادك ورا وين حكى فيك حسادك ترى ما درينا بهرج حسادك أبد انت ما مثلك انت ما مثلك بهالدنيا بلد والله ما مثلك بهالدنيا بلد شرع وحكم يستاهلك يستاهلك ومن رفع راسك على كل الأمم يستاهلك يستاهلك ومن ثنى بالسيف دونك والقلم يستاهلك 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 نستاهلك يا دارنا حنا أهلك انت سواد عيوننا شعب وملك يستاهلك يا دارنا حتى هلك انت سواد عيوننا شعب وملك فوق فوق هام السحب وان كنت ثرى فوق فوق هام السحب إذا رجعنا لكم مشاهدينا من جديد أكيد نتعرف على ضيفنا اليوم عبد الله العبيد متعدد المواهب. أولا مساء الخير وحياك الله معنا. أهلا مساء الورد والله يحييك ويعطيكم الصحة والعافية على استضافتكم لي في هالبرنامج والله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. جميل ما شاء الله تعددت المواهب وما شاء الله عليك يعني ما بين يعني من مواهب عدة خليني ما أحرق نسمع منك كيف كانت بداياتك اكتشفت نفسك كيف؟ طبعا اول ما بديت التمثيل اساسا فكان عمري تقريبا 17 سنه فيوم من الايام كنت بمجمع فدخلت على طول على مسرح حتى فجاه دخلت وشفت الله يذكره بالخير خليفه خلفون الممثل الكويتي فوالله قعد اشر له يعني تعرفين اللي قافه له دور يعني فقلت له ابغى امثل فقال لي تعال فمثلت مشهد بسيط بس وبعدها بدأت يعني نفس اللحظة في نفس اللحظة دخلت بس كذا قعدت أطامر على المسرح هذا بعدها بدأت يعني خلاص خش براسي إني أنا أمثل سلسلت بعدها إلى وين؟ شلون؟ سلسلت بعدها إلى وين؟ طبعا صرت أمثل مسرحيات أول ما رجعت من برنامج نجوم الخليج كنت أغني فيه طبعا مثلت مسرحية أطفال في المجمع الظهران وبعدها فبدأت أمثل لي 7 سنوات أمثل في منتزه الملك فهد. جميل يعني تمثيل وقناة وتقليد أصوات. أي نعم. يعني متعدد فعلا المواهب وكل موهبة هي في دائرة واحدة لكن كل موهبة تحتاج الكثير سواء من المجهود من الوقت من التدريب. أكيد. أي موهبة تحس نفسك فيها؟ والله أكثر شيء الغناء. جميل لو إيش السبب يعني اللي خلق متى حسيت يعني في بس إنه يقول لك صاحب البلاين كذاب يعني فأكون على شيء واحد. جميل احيانا فالتمثيل ممكن لا وقته والقناع لا وقته طب احيانا التشعب يقدر يقول نقدر نقول انه يخلي الانسان يقول لا خليني انا ادرب نفسي هنا شويه ويرتب جدول بحيث انه يعني يكون جدول. هل هذا عشان مثلا الفرصه اللي تشوف انت في التمثيل شويه صعب ظهورك دائما فخليني احسن في الغناء ولا لا انت حاسس انك انت هنا والله شوفي بالغناء طبعا عندنا دعم فني ما في بالشبيه نهائي عندك ماده تطلع نفسك ففي التمثيل ممكن اصحابك تكون لك كذا جروب عندي مخرج خالد جبر الله يعطيه الصحه والعافيه فكان يخرج لنا واخوه خليفه فكان كل الدور على المسرح اكثر شيء يوم رجعت من البرنامج البرنامج الغنائي اي نعم نجوم الخليج ليش ما جاء المقطوعه قبل لا نبدا بالاسئله الباقيه ابى اسمعك من كلمات احمد عبد الحق والحان بدر الجنوبي فهذه كنت بنزلها فوقفت ما الله كتبني أنا أكمل تحملني أنا يا ما عليك أخطيت أنا وياك مهما نختلف بالرأي غصب عني
وقصب عنا ولا ادري كيف انا صديت ورقم الصد انا اشوفك هوا دنيا هوا دنيا جميل جدا الله يعطيك العافيه تحيه نوجهها للشاعر الكبير احمد عبد الحق يعني الله يعطيك العافيه اكيد الملحن له دوره لكن اختيار كلماتك دائما تحاول دائما انك تختار الكلمات ولا والله جوي بالحزن احس انه اجمل من السريع يعني فانا جوي بالحزن يعني احس انه افضل ودائما الحزن يحتاج انك تختار الكلمات فعليا صح ولا لا؟ على حسب الشاعر ممكن انه شاعر يكتب فما يعجبني الكلام ايش دور الحزن يعني هل مثلا تدور عن حزن مثلا وفاء ولا حزن حب ولا حزن لا 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 اي شيء حزين بس اهم شيء انه يكون الكلام جميل اللحن قوي طب الفرق بين اللحن الحزين والكلام الحزين انت ايش تميل اكثر؟ أنا والله بكل أمانة اللحن. اللحن الحزين. يعني يمكن أقول إنك تحب الموالات يعني مثلاً؟ ممكن أنا عندي نهام صالح العبيد عمي. نعم. الله ينعم عليك. فيعني ممكن مويل بس مو ذيك الزود يعني. النهام صالح العبيد الله يطول العافية معروف بصوته الشجي ومويلة الجميلة جداً. الله يعطيك العافية. أمتعنا فيه أكثر من مهرجان وأخر مهرجان السهل الشرقي. الله يعطيه العافية لكن لو سألناك أين تجد نفسك أكثر قلت لنا في الغناء وشاركت بسببه في مسابقة اي نعم بعدها طلعت وشاركت في برنامج عرب آيدل بالبحرين رحت وقدمت وكل شيء غلطت غلطة فيوم عطوني أعبي الاستمارة عبيت الاستمارة وكل شيء فكان في سؤال هل كانت لديك مسابقة من قبل كتبت نعم هم ما يبون أن متسابق من قبل في برنامج ثاني يجي يقدم عندهم فيوم دخلت على اللجنة وقنيت وكل شيء قالوا ما عندك مانع تروح معنا على لبنان قلت ما عندي مشكلة قال لي أنت مشترك مسابقة من قبل قلت لي قال معلش إحنا كنا مختارينك بس الحين نتعذر لك قدر الله وما شافه طيب هذه المسابقات تضيف لك الشيء والله الشهرة ممكن لأني أنا أول ما دخلت في البرنامج ما يعني أعطوني أغنية واحدة في البرنامج لا أكثر طب جميل انت قلت انك كنت مشارك في مسابقه اخرى ايش هي المسابقه اللي من قبل كانت المسابقه نجوم الخليج سنه 2005 جميل اضافت لك شيء غير موضوع الشهره يعني اضافت لك حاجه ثانيه مثلا نقول يعني اثرت على طموحك اثرت على نقول يعني احبطتك ولا لا اهلتك اكثر والله اعطتني دافع اني انا اطلع واغني واسوي وافعل بس ما هنا عندنا دعم مادي ما في نهائيا للفنان يعني غير زي الرياض وجده في بالدعم هنا فيه ما يقصرون معك الشعراء والملحنين ممكن يساعدونك شيء بس انك يبقالك حق توزيع يا لابد انه في مصر او ممكن بالبحرين او اي دولة يعني من دول الخليج ممكن تساعدك طيب تقليد الاصوات متى بدأ معك؟ والله عندي خالي طبعا تحفة يعني من النوع اللي يقلد ام كلثوم يقلد صوت عجايز اول زمن الطيبين يعني فكان يقلدهم فكل ما الوقت يعني احاول اني اخذ من الصوت اللي قاعد يقلده فاخذته يعني وصرت اتمكن فيه حتى في المسرحيات اذا طلعت اطلع اقلد في المسرحيه احيانا يكون دوري دور ام يعني بلبس البطوله وثوب النشل فهذا كان دوري اكثر شيء جميل يعني احنا ما ودنا نحرق الكروت اللي عندنا كلها نبي نخلي التقليد بعد قليل لكن الدور اللي قمت فيه عبد الله حسيت انه اظهرك للمجتمع سواء في الغناء او في التمثيل ما هو؟ الدور اللي خلاني ممكن اني اطلع نفسي اكثر هو بالتمثيل. يعني من كثر ما اقلد الاصوات من كثر ما استهبل على الشباب اللي معي فكل يقول لي قلد سو افعل في كلمه طبعا طلعتها بسناب شات صار الكل صار يقولها. كلمه هذه لا حلو قلت الا اقولها وقلتها. اقول لا حلو لا حلو فطلعت وصارت الناس كلها تقولها بسناب شات فيعني بالتمثيل احس دوري بالدور العجوز وهذا افضل على طاري السناب شات مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الفتره صارت تظهر شخصيات كثيره تنشر غير المشهوره ايضا والله تنشر الناس من القاع جميل جدا كمان. هذا انا كنت بقلد لك بصوت الحرب يلا اطلع فغير هالموضوع وحاول انك ترجع لي بعد شوي لا خله الحين دام الحين يلا, يلا اسمع ما شاء الله عليه سناب شات ما خلى شيء يا يمه احنا اي واحد يصور الاكل ويصور مسويه جيمات تروح تصوره وتنشره في السناب شات يا يمه
ايش حق قاعد تسولف؟ يعني حتى الان امهاتهم قام يصورون الاكل يعني مو بس والله بس تعرف جيلنا الحين الحالي اي شيء اي شيء فنجال عجبها صورت ما في ناس صور ورا كاميرا يعني وش سناب شات والشباب حقيننا ما قصروا عسى ما شق الاغنيه طول الصوت حده وسجل هذا يعني ثقافة عصر تتغير من جيل لجيل إن شاء الله تكون يحسن استخدامها معظم الشباب نتمنى لهم استخدام جيد لها لكن أنت على صعيد نفسك استخدمتها لمصلحتك أو لشهرتك أو أنا والله اعتزلتها منها لشهرتي وثاني شيء طبعي مزوح يعني أحب أمزح أحب أضحك في الدوام طبعا ما نبي نخلي أحد مدها معه بسناب واحد يكره التصوير عندي فيقول لي والله لو تصورني لاشتكي عليك وانا يوميا من ادخل اصبح عليك بصوره اي هذه مشكله يعني لكن لكن هل كان لها طريق في شهرتك او وصولك ناس في ناس مثلا قالوا كويس انه في عندك السناب عفوا سناب شات او والله ربع الشباب يقولون كويس انك طلعت لك سناب شات عندي موقع على الانستغرام بعد ف يعني في وقت ما مثلا مثلت مسرحيه والله شيء انزل مقاطع لي بالانستغرام بسناب شات لي رحت وشي ضحكني والله شي صورته يعني جميل طب جمهورك الاكثر او الابرز في المسرح ولا في الغناء ولا في في التقليد والله بالغناء بس ان الحين تعرفين الغناء صار لي فتره عنه وفي اغنيه ثانيه بعد جالسة اجهزها اسمها بنت الحسا للكلمات علي الكعبي شاعر علي الكعبي اخ وعزيز علي والحان عوض عبد الحي جميل انت تكلمت عن الغناء ونقول كيف الان وضعه المسرح ايش رايك فيه والله خشبه جميله جدا بس يبي لها جراعه يعني ما انت جريء على المسرح تنعكل يعني ادوارك بتكون صعبه انا مثلت دور دكتور مره بمسرحيه فقالوا لي الضحكه هذه شيلها من راسك مع اني انا في الضحك ما اقدر امسك نفسي ففي ذيك المسرحيه لانه كان حتى الموضوع اخر المسرحيه حزين اساسا فاضطريت اني انا قد ما اقدر ويجون الشباب ويستهبلون الا تضحك يعني فانا سايلنت ما كاني اسمع شيء فنسيت الضحك ذاك الوقت يعني عشت الدور بتفاصيل عشت الدور زي الشخص اللي يبيه المخرج خالد جبر عشت الدور طب انت نظرت وتكلمت عن جمال المسرح لانك تحبه لكن هل تشوف انه المسرح فعلا عندنا فيه دعم ولا كل الشباب قاعده بتمثل وتطلع المسرح لا انا اللي اشوف انه هنا عندنا اكثر شيء تطلع جروبات يعني يتجمع 9 10 بس انه يكون معهم واحد فاهم يعني فيسوي يكون لهم مسرحيه عندنا هنا تجمعنا جروب زي خليفه جبر ويوسف هبساوي وعبد الرحمن البناصر يعني كذا ممثل جاء معنا فكان الدور جميل جدا يعني قدرنا نسوي شيء جميل في المسرحية جميل هذه الصور تعرض؟ هذا بعض الصور يتعرض الأول تحدثنا عن التجربة هذه مسرحية هذه كان دوري الأخ اللطيف اللي معي عبد الله الله يذكره بالخير كان معرس كان هذا الدور فكنت مطلع ريحته ما نبي مخليه يتنفس استهبل عليه لين ما طفش خلاص كان بيطلع من صدق بيطلع من المسرح هنا كنا نمثل حق دار الايتام وحضر فيها الفنان فايز المالكي وعوض عبد الله كان يمثل معي الدور بالمسرحيه كان دوري دور الام وهنا نفس المسرحيه الاولى هذه نفس المسرحيه الاولى هنا كنت قاعد ارقص اساسا في حضور المسرح في حضور المسرح من القشرقية والله في هنا لين مللت وطيحني من الكرسي اساسا خارج النص اي فهنا كان دوري بايع في محل جوالات وهذه الادوار انت اللي تختارها ولا تحاول انك تختار ادوار طبعا اسوي لهم الشخصيه قبل ما يعني اتمكن منها وامثلها فاذا عجبتهم انا امثلها وهذه الصورة كانت قديمة ولا؟ فطبعا هذا كان صديقي، لا هذا بالمسرح توه من سنتين تقريبا او ثلاث. جميل. فمغير لونها فمعي عبد الرحمن الياسين. طبعا كنا زملاء. هنا دوري كان يبغى جاي يدور على وظيفة. يعني ما شاء الله شوف ادوار متنوعة ومتغيرة كثير.
أمثل أكثر من دور في المسرح، فأنت إذا كنت على دور واحد فالجمهور يمل منك أصلاً، فأنت لازم تغير. زي مسرحية دخلت فيها ثلاث شخصيات مختلفة، شخصية عجوز وشخصية مجنون وشخصية رسمي اللي هي قبل شوي اللي كانت على طاولة جاي يدور على وظيفة. هي جميل، لكن لو سألتك يا عبد الله أي أشياء الأدوار اللي تفضلها أنت؟ والله يا دور المجنون اللي هو دور مزون أساسا، فأحب أطلع بهالدور دائما، حتى هم كل مسرحية يقولوا لي مثل نفس الدور، الدور عجيب يعني حتى يضحك الجمهور أساسا. نفس المسرحيات كلها نفس المخرج ولا يختلف؟ والله يختلف كذا مسرحية. وتختار أنت المخرج ولا ما تفرق معك؟ لا 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 ما تفرق معي، أنا أهم شيء أني أثبت وجودي، هذا أهم شيء عندي. جميل، خشبة المسرح تسقل موهبة الشخص، تسقل موهبة الشخص تطوره؟ والله تطوره إذا كان معاك جروب قاعد يشتغل سنوياً. سنوياً؟ يعني إذا كل أعياد كل أفراح كل فلها مكانتها. فكرت تدخل في الأعمال التلفزيونية؟ والله فكرت بكل أمانة، وإن شاء الله بنسوي بنفعل، فلا حياة لمن تنادي. مع الجروب قصدي؟ لا لا مو مع الجروب، جاني كذا واحد الله يستر عليه، وبنسوي بنفعل بنحاول إننا ناخذك، بس ما في شيء. بس إن عندك النية. أنا عندي النية لحد الآن. تختلف طيب تجربة التلفزيون المسرح، مستعدة تجربة التصوير التلفزيوني؟ عادي، شوف أنا عندي الكوميديا أو إنه شو اسمه كله واحد، يعني أهم شيء إني أنا أدي الواجب اللي علي في الدور يا مسرح أو في مسلسل. جميل، أنت ذكرت إنه عشان الواحد يعني يطور نفسه لازم تكون في مسرحيات على مدار السنة، في حال عدم وجودها كيف يدرب نفسه؟ والله هذا السؤال شو أقول لك، هو على المجموعة، ممكن إنه يطلعون معاك السنة هذه السنة اللي بعدها يقول لك ما في مسرحية ما راح نمثل، يعني تعبنا يعني مثلا من عيد لعيد وإحنا قاعدين نمثل بهالشيء، فيقول لك خلاص ملينا خلها السنة اللي بعدها مثل. جميل، بس أنتوا كأشخاص يعني هل المتابعة القراءة مثلا في أشياء لازم تسووها باستمرار في يعني في البيت ما أعرف، يعني هل في طريقة الواحد يقدر يطور نفسه فيها ولا لا؟ والله ممكن مع ربعك إذا جلست تقعد تغلد أصوات تستهبل، يعني ممكن انها انت تجيب فكره للمسرح. شاركت في اوبريت وطني، حدثنا عن هذه التجربه. هذه يا طويل العمر احب اشكر الاخت نوره الطريقي، اخصائيه اجتماعيه بكليه الدمام، الله يعطيها الصحه والعافيه، فاعطتني الاوبريت هذا، قنيتها بمنطقه القنفذه. حتى يوم رحت القنفذه قالوا لي لابس جينز ولابس تيشيرت الا تلبس، ابن الحلال ما هني بلابس ثوب ولا هني كاشف، عندهم ما شاء الله المساحه كبيره، فالا ترقص وياي. طيب كان بكره اساسا الحفل حق الاوبريت، فما قصرت اعطتني الاوبريت، جميل جدا. من كلماتها ولا؟ كلماتها اي نعم، فلحنوا معي صالح الدوسري واحمد الغرير، احب اشكره على الجهود اللي سواها معي فيه، فطلعنا اكثر من يعني واحدة جنوبية واحدة دوسرية واحدة يعني مجزأة، فكان الأوبريت إن شاء الله جميل جدا. كان في اتحاد متعاون ما بين الأوبريتات، في نفس الوقت كان في إنجاز رائع بما أنه في تعاون، يعني يعني حتى لا تقولين أن سوينا الأوبريت في استوديو، لا في بيت بس في غرفة، يعني فكان حتى شيء لو الواحد يسمع يقول لك هذا مسويه باستوديو، كان مرة جميل يعني. حلو، لكن في مفاجأة صراحة يعني شوية استوقفتني، يعني كده حيستغربوا منها المشاهدين، كنت لاعب كرة. أنا أي طبعا كنت ألعب في نادي الاتفاق، طبعا هالنادي عشق لا ينسى، فكنت ألعب براعة مناشئين وشباب، فيوم وصلت للمرحلة أني خلاص باقي لي سنة جاية أدخل على الفريق الأول ألعب معه، فتهوشت مع المدرب فقال لي لو سمحت خذ ها اتكلم تفضحنا. ما قلت شيء، انا ساكت. انا اتمنى كان الاتفاق والقادسيه يعني يصعدون الدوري. والله الاتفاق والقادسيه والنهضه، بس ما الله كتب، الله يوفق القادسيه وعقبال الاتفاق والنهضه ان شاء الله باذن الله. اهلك جميعا اول وحده نادي الوطن ويستحق العوده يعني اكيد. لكن كانت تجربه الرياضه هو لا نقول ما نجحت مثل البقيه، لكن انت مجهز لنا مقطع ثاني.
طبعا هذه الاغنيه اللي سواها لي علي الكعبي، فقايل اني انا راح اغنيها لك يعني. يقول لك روحوا لها لين الحسع، قولوا لها ليه القسع، ليه التجافي والاسى، عودي للمحبوب عودي. روحوا لها لين الحسع، قولوا لها ليه القسى، ليه التجافي والأسى، عودي للمحبوب عودي. عودي للمحبوب عودي. ما فكرت عبد الله تدخل في مجال، بما أن المنطقة شوية تشتهر بالسامري والأرضات هذه، ولا تبغى الحزن ماسك فيه؟ لا 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 بالعكس، مو بس ان الحزن اني انا يعني خلاص ما اغني الا حزين، لا بالعكس اغني ايش تبي؟ تبي سامري؟ قوم بعرض معك الحين. جميل. يعني دخلت يعني مش فقط بس هذا، لا 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 بس انا احب الكلاسيك يعني. فعادي بالعكس الطرب اذا ما تسمع وانت شرقاوي مصيبه. يعني رغم تعدد المواهب نقدر نقول ايش ابرز الصعوبات اللي واجهتك؟ والله كان بالبرنامج نجوم الخليج سنة 2005، فكان قالوا لي عبد الله بنعطيك دور أنت الوحيد اللي تقلد اللي معاك المتسابقين كلهم. فأنا من كثر ما تخالط الواحد فتعرف شلون يتكلم شلون. فأول ما بديت بسلمان حميد البحرين اللي كان معي، فقمت أقلده شوي شوي. جاني حمد العامري سوى لي برنامج خاص بالتقليد يعني، فجاني حمد العامري يقول لي تكفى لا تقلدني، تكفى لا تقلدني، يعني ما يبغى اني انا اطلع على الهواء كذا. بس وقلدته كذا؟ لا لا ما قلدته والله، قال لي تكفى صعب شوي. طيب غلد انا بيك تقلد، احنا ما تخليه. ويا خسارات حبنا فيكم حرام، واتضح لي معدنك على العموم. تقلد ما شاء الله بالغناء يعني، مش فقط اي لا لا بالغناء انا اقصد. جميل. يعني لو طلبنا من تقليد اي مغني ممكن تطبق يعني تقدر على طبقته؟ مو عاد مو كل الفنانين انا اقدر اقلدهم، فاقول لك اللي انا عاشرهم. شوف مخرجنا ابي رابح يعني، شوف وصل رابح. لا ما تقدر تغير تعطينا واحد ثاني شيء. يلا صح. ما هو انت اللي تكلمني كذا؟ ما شاء الله. يعني ممكن تجيده هل تب مع الاستمرار مع التعود ولا مع كثرة الاستماع؟ كثرة الاستماع، كثرة انك تشوف حركاته شلون يسوي. يمكن انا اشوف انك انت لو تلاقي مسرحية فيها تقليد وفيها ادوار مختلفة يمكن الموضوع هذا يناسبك كثير، تلاقي نفسك فيه ولا؟ ممكن ليش لا؟ وما حتحاول في الموضوع او الفكرة هذه؟ لا والله ما افكر بكل امانة، لانه ممكن صعبة، يمكن تنحرج معها صاحبك. يعني انت مو شرط تقلد شخصيات موجوده، انت ممكن تبتكر شخصيات وهميه جديده. لكن ايش دور اليوتيوب؟ هل تفكر انك تطرق باب اليوتيوب في التمثيل، مقاطع، تقليد اشياء ولا لا؟ بكل امانه لا، ما حبيتها. لا ما حبيتها. طيب من خلال نقول هواياتك المتعدده، في موقف صار لك حلو مره وللحين تذكره يعني؟ حلو والله، موقف يضحك. يضحك حلو، ادبر كلهم كويسين يعني. هذا مرة أول ما نزلت الشرايح على ما كانت قيمتها 200 ريال بطاقة سور، فرايح مع أخوي والكبير الله يحفظه يحفظ الوالد والوالدة، فكنت رايح لستيسي باخذ لي شريحة، ومن قوة الحماس وإني مستانس إني ما أخذ شريحة الحين، ما وعيت بطلع من الباب إلا صاقع في القزاز، فالناس كلها تطالع فيني وتضحك. جلست الباب هذه يعني أكيد تجي في المجمعات دائما التجاريه، لكن مجمع اس دي سي واضح قزاز. والله ما شفته، اقول لك ابيض. جميل. عبد الله احنا عندنا عدد من المحاور، لكن لو خيرناك بموهبه تلتزم بها وتترك البقيه هل ستستطيع ولا لا؟ تمسك اكثر من الموهبه مع بعض؟ يعني اني انا اكون على شخصيه يعني اما ممثل او مغني او مقلد اصوات وتترك البقيه وتقدر؟ والله شوف اللي يحب الشيء صعب انه يختار. ما راح تختار بينهم؟ ما راح اختار، فلاني احب الشخصيات هذه الثلاث فصعب. حتى الكوره لحد الان العب. ترجع الكوره الان؟ لحد الان العب حارس انا. ماشي. بس مصاب فوقفني.
خب ما ترجع بس. لا ما قصروا فريق الربيع اعطانا اياه. هذا الانسان اكيد عنده مواهب وعنده امكانيات ليش ما يقدمها، لكن انا كني اشوف هنا جواء دروع او حاجه، يا ريت لو بس تكلمنا عنها. طبعا هذا الدرع كان بالقنفذة، هذا الدرع كان بالقنفذة اعطوني اياه، شكر. جميل. طبعا هذه هدية من شخص عزيز وغالي علي لاني احب الاتفاق فسواها لي. جميل حلو. فمستحيل نتنازل عنها، لها اربع سنوات. ما غنيت في الاتفاق يا جماعة. والله ليش لا، ما يمنع ان نغني، بس كنت مجهز انا اساسا اغنية للمنتخب ان شاء الله. ارفع على يدك الكاميرا. فهذا الدرع من مجمع الشاطي مول. جميل. كانت في كان يوم الوطني اساسا فكنت اغني. وشاركت فيه؟ والله في كذا مهرجانات في اليوم الوطني. لا المشاركات اللي اخذتها في اليوم الوطني شلون غناء يعني؟ غنيت في اليوم الوطني؟ غنيت نعم في اليوم الوطني في مجمع الشاطي مول. وغنيت في محل ثاني يعني. ما شاركت في عاصفة الهزيمة؟ لا والله نتمنى ليش لا، بس ما الله كتب. اهم شيء يرجعوا لنا سالمين. اعاده الامل يمديك الان، احنا في اعاده الامل الان اللي ان شاء الله. ان شاء الله ليش لا، ما يمنع. في اغنيه عن المنتخب بعد لاحمد عبد الحق وخلاص جهزناها وكنا بننزلها تقريبا بسنه 2007 2008، فكان كلامها جميل يعني. سمعناها. طيب اذا الكلام عشان نختم الحلقه بمنتخب وان شاء الله يرجع منتخبنا كما ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. أخضر أخضر عالمي يا حب يسري في دمي، ألعب على الدانة وغني على عودي، لعبك طرب دايم حياك يا سعودي، لعبك بطولة فالنور جولة، لعبك بطولة فالنور جولة، والأرض البطولة تنتمي، الأرض البطولة تنتمي. أخضر أخضر عالمي، أخضر عالمي. إن شاء الله يعود للعالمية والكأس العالم والبطولات المختلفة اللي طالما ننتظر تحقيقها إن شاء الله. طموحك المستقبلي أخير وكلمة أخيرة. والله أتمنى إن شاء الله من كل قلبي أن البلد يكون بأمن وأمان، هذا قبل كل شيء إن شاء الله. والله يحفظ ملكنا ويطول بعمره يا رب. آمين. اللي أتمنى أن أنا أكون بين جمهوري وبين محبيني، أني أقدم لهم شيء يستحق. جميل. وإحنا كمان نتمنى نكون سلطنا الضوء بالطريقة التي تستحقها مننا أنت، سواء كنت أو ضيفتنا اللي قبلك. وبكذا مشاهدينا انتهت حلقتنا لليوم ما بين الإصرار والعزيمة وأكيد تعدد المواهب. وبكذا الشكر لكم على حسن المتابعة، وأكيد الشكر موصول لزميلي صالح. شكرا صالح. الشكر لك أنت سندس. أيضا ضيوفنا اليوم كانوا جميلين بتحديهم وإصرارهم، بداية مع لولو ومركز جانا الذي يدعم السيدات الأعمال المقبلات والمشاريع الصغيرة، ومع الجميل عبد الله في الغناء وفي التقليد وايضا في التمثيل. نتمنى لك كل التوفيق عبد الله. اما انتم اعزائي المشاهدين، انا احب اذكر او لفت انتباهي الى احد المانشيتات: العاصفه انتهت والحزم باق، اللهم ادم نعمه الامن والامان على وطننا وعلى دول الخليج كامله والدول العربيه والاسلاميه. اعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقات قادمه مع مبدعين جدد. الى اللقاء.